بعد لحظات غتشوفوا بان الفرقه تكمل الدور ديالها واحد المشكل ديال التبتيه واحد المحاكاه واحد تمرين المحاكاه اللي غيكونوا عندنا واحد لوطيل او مكان معين في الشخصيات البائده ضيوف المملكه المغربيه الشريفه ولا غيتم التحيه ديال هذا الموقع من طرف العناصر الحكماء العاليه والتحيه العاليه. ما شاء الله ما شاء الله بعد من بعض الرجال فان شاء الله ما تخافوش البلديه ان شاء الله في امان في امن وامان. برافو الناس كيشربوا ليل نهار راجل ساعه راجل ساعه من اجل امان وسلامه وامن هذا الوطن الحبيب التقي الله الاخ عبد الجلال الملك محمد السادس نصر الله واياه. We'll be right back.
الرجال ديالهم والرؤساء ديالهم. شكرا للجولات اللي كيقوموا بها.